بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة السالفة حديث للشيخ رحمه الله عن تفاصيل من باطل اليهود والنصارى وما شرعوه في أعيادهم، ثم قال: وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة لتلاعب اليهود والنصارى بدينهم وتحريفاتهم، قال: ليس غرضنا أن نستقصي كل ما هم عليه من هذا الأمر الباطل، وإنما غرضنا التنبيه بالأمثلة على ما يقع منهم من الباطل في أعيادهم وغيرها، من أجل أن يتجنبها المسلمون، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تحريم التشبه بهم في أمورهم في الأعياد وفي غيرها. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة من تلاعباتهم من أجل التنبيه على باطلهم، وأنهم ليسوا على شيء، أنهم ليسوا على شيء في أمور أعيادهم، وأنها لم تشرعها لهم أنبياؤهم، وإنما هي من الباطل الذي شرعوه هم. نعم. في قولك الشيخ أنهم ليسوا على شيء، بعض المفسرين يقول عند قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يقول يعني لستم على شيء من الدين، يقول أنهم على شيء من الدنيا وحضارة وصناعة. الكلام في الدين، ما هو الكلام على الدنيا، الدنيا أمرها سهل، إنما الكلام على الدين. ولهذا قال: حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وليس معناها أنهم يعملون بالتوراة والإنجيل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل أمرت باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإقامة التوراة والإنجيل هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة والإنجيل وأمرت باتباعه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. هذه قاعدة عظيمة، أن من لا يعرف الباطل يقع فيه. نعم. كما في قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من الفقه، أن الإنسان يعرف الشر لا من أجل أن يتبع الشر، وإنما من أجل أن يحذره، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر فإنه يقع فيه من حيث لا يدري، لأنه يجهله. فلذلك يجب على المسلم أن يتعلم. وهذا فيه رد على الذين ينكرون
ذكر العقائد الفاسدة في المقررات، مقررات التوحيد، وذكر النحل الباطلة، وذكر الشبه التي اعتمد عليها أهل الضلال، فهي لم تذكر عن عبث أو عن إشغال للوقت، وإنما ذكرت لأجل أن يحذر منها، أن تعرف فيحذر منها. فأنت إذا سرت في طريق وأنت لا تعرف ما فيه من الخطر ومن الحفر ومن المهالك فإنك تهلك فيه وأنت لا تدري، فلا بد أن تعرف ما أمامك وما في طريقك حتى تتجنبه. هذا في الأشياء المحسوسة، فكيف في الأشياء المعنوية؟ فيجب على المسلم أن يعرف الشر كما أنه يعرف الخير، يعرف الخير ويعرف الشر، من أجل أن يعمل بالخير ويتجنب الشر. وقد يفعل الشر وهو يظن أنه خير لأنه لم يعرفه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، ذاك في المحرمات. نعم، المحرم تعرفه جملة ولو لم تعرف تفاصيله، لكن الواجبات لا بد أن تعرف تفاصيلها لأن مطلوب منك أن تؤديها، وأما الحرام فمطلوب منك أن تجتنبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما قال يعني ائتوا منه ما استطع، كل ما تستطيع فإنك تفعله مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحرام فإنك تجتنبه جملة ولا تعمل شيئا منه، يعني تجتنبه كله ولا تعمل شيئا منه. نعم، قال: والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا، وجبت معرفته على سبيل التفصيل. نعم، الواجبات يجب أن تعرفها على سبيل التفصيل لأنه مطلوب منك أداؤها، أما الباطل فمطلوب منك أن تجتنبه، فيكفي أن تعرف ضوابطه، تعرف ضوابطه وقواعده من أجل أن تتركه. نعم، قال رحمه الله: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. نعم، وهذا أيضا بيان لكون الشيخ رحمه الله ذكر جملة من أفعالهم الباطلة من أجل هذه القاعدة، أنك تعرف ما هم عليه من الباطل حتى تتجنبه ولا تستحسنه. لأن المشكلة أن بعض الناس أو كثير من الناس المستحسن عندهم ما فعله الكفار وما فعلته الأمم الكافرة، لأنه يعتبره رقيا وتقدما وحضارة، وأننا متأخرون، وأننا هذه هي المصيبة الآن، فالتبس عليهم الحق بالباطل. نعم، قال: وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك ينحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح. من قبائحهم ما ابتدعوه في القبور من البناء عليها واتخاذها مساجد، وأنهم يبخرونها ويطيبونها طلبا للبركة منها واعتقاد أنها تنفعهم أو تضرهم، فهم يتعلقون بها. فكان في المسلمين من يفعل ذلك، من يبني على القبور تشبها بالنصارى، ومن يصلي عندها ويدعو عندها تشبها بهم، ومنهم من يبخرها ويريق عليها أفخر الأطياب والعطورات، ويبخرها بالعود، أطيب ما يكون من العود يبخرها به. وكل هذا منهي عنه لأنه من وسائل الشرك وتعظيم القبور. فالواجب التشبه، الواجب التنبه لهذا الأمر الخطير. وما فعل من فعله ممن ينتسب إلى الإسلام إلا لأن اليهود والنصارى فعلوه، فهم اقتدوا بهم في هذا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويزفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف. نعم، وكذلك يصحبون هذه الأعمال القبيحة بالطرب والصخب ورفع الأصوات عند ذلك،
وكل هذا من الباطل والمنكر. نعم. ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من أمور منكرة. يصلبون يعني يضعون صور الصليب على أبواب بيوتهم تعظيما للصليب والعياذ بالله في مناسبة هذا العيد. نعم. قال: ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه وأصله مأخوذ عنهم. هو دراسة كل ما يفعلونه ليست مطلوبة منا، ولكن المهم أننا نعرف ما هم عليه ولو في الجملة، وأيضا يتعلق الأمر بما يفعلونه في بلاد المسلمين أو في قريب من بلاد المسلمين وما يشاهده المسلمون. أما ما غاب عن المسلمين ولم يشاهدوه فشره قاصر عليهم، ولذلك أمر وألزم أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين ألا يظهروا طقوس عباداتهم، وإنما يفعلونها داخل مساكنهم وبيوتهم لئلا يراها من يراها من جهال المسلمين فيقلدهم، وأيضا لا يمكنون من إظهار المنكر فيكون فيه حرج على المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكونهم يعملون هذا فيما بينهم أو في بلادهم البعيدة عنا أمره سهل وشره عليهم، لكن المشكلة إذا كان يبلغ هذا المسلمين ويرونه. والآن كما تعلمون الفضائيات صارت تظهر هذه المنكرات وهذه القبائح كأنها في بلاد المسلمين، بل كأنها في كل بيت من بيوت المسلمين فيه فضائيات أو فيه جلب للفضائيات. فالحذر الآن شديد والخطر كبير في هذا الوقت، فعلى المسلمين أن يعملوا أن يعلموا ما هم عليه من الباطل لئلا ينطلي عليهم، لا سيما وأن كثير من ضعاف النفوس وضعاف الإيمان يعظمون اليهود والنصارى ويعتبرون ما فعلوه هو الكمال وهو الرقي وهو الحضارة. إيه نعم، فالخطر شديد في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حتى إنه كان في، ليذكر ما فعله المسلمون مما يرونهم عليه، قال: حتى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله. نعم، إذا مكن اليهود والنصارى من إظهار شرهم ملأوا بلاد المسلمين من هذا الشيء، وهم مغتبطون في هذا لأنهم يريدون أن يصرفوا المسلمين، وهم حريصون كل الحرص أن يجلبوا شرهم إلى بلاد المسلمين. إذا لم يتنبه ولاة الأمور ويتنبه المسلمون لشر اليهود والنصارى فيكفوا غزوهم ومددهم، وإلا فإنهم لا يألون جهدا في أن يملأوا بلاد المسلمين وأسواق المسلمين بمظاهر أعيادهم ومظاهر شركهم، وهم يحرصون على هذا. وكما ذكرنا الآن وسائل الإعلام هذه قربت لهم كل شيء، فبإمكانهم أن يظهروه في بلاد المسلمين بواسطة وسائل الإعلام إن لم تضبط وإن لم تحفظ من هذا الباطل الذي يتسرب إلى بلاد المسلمين. فعلى المسلمين أن يحذروا من عدوهم. لقد بلغ الأمر ببعضهم الآن إلى أنهم في يوم من الأيام الذي يعتبر عيد الحب عند النصارى، المسلمون يتبادلون الزهور في هذا ويسمونه يوم الزهور، فهل بعد هذا الباطل من باطل؟ الواجب الحذر من مثل هذا الشر. نعم. طيب، إشارتكم الشيخ إلى خطر الفضائيات وأنها أدخلتها في كل بيت مسلم، هل يكون من مواجهة ذلك إيجاد فضائيات تنشر علم الصحيح والسنة وتثبت المسلمين وتعلمهم الحلال والحرام؟ أولا، إن أمكن منع وصول الفضائيات إذا كان هناك وسيلة تمنع البث هذا، فيجب على المسلمين وعلى ولاة أمورهم خصوصا أن يعملوا ما يمنع هذا البث أن يصل إلى بلاد المسلمين. فإذا لم يمكن هذا فعلى الأقل تعمل المضادات، يعني يجعل فضائيات إسلامية ينشر فيها الرد على هذه الترهات وهذه الأباطيل،
حتى يعلم المسلمون أنها باطل وأنها شر فيحذروا منها. نعم. قال الشيخ رحمه الله في قوله ألقي ذلك إلى جماهير العامة، أعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك. ألقي نعم. إليهم هذا البخور العامة، يعني استحسن العامة من المسلمين هذا الشيء وظنوه حسنا، لا سيما وأنه بخور وطيب، ويقولون هذا من الطيبات أو ما أشبه ذلك، وهو لا يراد به إلا الباطل، وسيلة إلى الباطل. والشيخ يقول لا أريد بالعامة الجهال فقط، ولكن أريد بالعامة حتى بعض المتعلمين أو بعض العلماء الذين ليس عندهم انتباه لهذه الأمور، فيجب أن يتنبهوا، فالعلم يحتاج إلى علم والفقه يحتاج إلى فقه. نعم. قال ألقي إليهم هذا البخور المرقي ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام. موجود الآن هذا في الخرافات التي عند المعالجين والمشعوذين، أنهم يعملون بخورات ويعملون شيء من الطيب ويعملون رقى كفرية وشركية ويقولون للمريض استعملها، والمريض بحكم أنه يلتمس الشفاء ويلتمس الدواء يفرح بها ويصدقها، فيجب الحذر من هؤلاء والبعد عن قبول، بل الذهاب إليهم، منع الذهاب إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا لم وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يفضي إلى الباطل وإلى الشرك وإلى الكفر، سد عليه السلام الوسائل وحمى حمى التوحيد وحمى الإسلام من أن يتسرب إليه شيء من أباطيلهم، ليبقى الإسلام غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعونة فاعلها التي لا تدخل ملائكة بيته هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة. نعم. ومن أباطيلهم ما ذكره الشيخ أنهم يصورون صور الحيات والعقارب وتلصق في جدران البيوت بزعمهم أنها تقي من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر الحيات والعقارب، وهذا كما أنه تصوير محرم وتعليق للصور، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فهو أيضا اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل إذا اعتقدوا أن هذه الصور تدفع عنهم البلاء، فهي من الطلاسم والعزائم الشركية، الواجب محاربتها وتطهير البيوت منها. ولا أستبعد أن هذا الثعبان الذي يجعل على الصيدليات في صورة الشعار للصيدلية أنه من هذا القبيل، فيجب التنبه لذلك كما ذكر هذا بعضهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير. نعم، يقدمون الخميس الذي هو يوم العيد خميس قبله يبخرون فيه هذه الأمكنة ويهيئونها لقدوم الخميس الكبير، الكبير بزعمهم، فيجب الحذر منهم والحذر من هذه المظاهر التي يقصد بها إحياء شعائر الكفار والمشركين واليهود والنصارى، ولا تظهر في بلاد المسلمين، أو أن بعض المسلمين يقلدهم في ذلك وفي هذه الأيام. نعم. قال وهو عند الله، يوم قال الخميس الكبير، قال وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. نعم، ليس المراد بالخميس اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى، لكن المراد بالخميس الذي يعظمونه، تعظيم الخميس بهذه الكفريات والشركيات والمنكرات،
فالخميس المعنوي لا الخميس الحسي الذي هو اليوم من الأسبوع. نعم. قال: فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة. كل ما عظم بالباطل، شوف ما نعم. عظم بالباطل، أما ما عظم بالحق كالكعبة والحجر الأسود والمشاعر الحج نعم وأعياد الإسلام، وأعياد الإسلام، فهذا يعظم لأن الله عظمه، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لكن المعظم بالباطل والكذب مثل أعياد النصارى اليهود والنصارى والقبور التي تعظم عندهم، فإن المسلمين يجب عليهم أن يحذروا منها وأن يحذروا منها وأن يعتقدوا بطلانها، وأن ما هم عليه من دينهم أنه باطل، وإن كان فيه له أصل فإنه منسوخ بدين الإسلام. فكل الخير ولله الحمد كله في دين الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الكامل، وهو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهو النعمة التامة على المسلمين. فكيف يتطلبون مع هذا غيره من عبادات الكفار وأعياد الكفار وما يعمله الكفار في مناسباتهم؟ نعم. قال رحمه الله: كل ما عظم بالباطل يجب قصد إهانته كما تهان مخالفة، من باب المخالفة، وقد طلب منا مخالفة الكفار خصوصا اليهود والنصارى، ومن مخالفتهم أننا نهين ما يعظمونه، أننا نهين ما يعظمونه ولا نعظم ما يعظمونه، وإنما نعظم ما عظمه الله ورسوله. نعم. هل يمكن يستدل على ذلك الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية عمرو بن هشام من أبي الحكم إلى أبي جهل، وأبي عامر الفاسق الراهب إلى أبي عامر الفاسق، تغيير مصطلحات الكفار وما يعظمون؟ يمكن، لأن هذا الراهب والراهب العابد معناه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، وذلك أبا الحكم، أبا الحكم أبا الجهل، لأن الحكم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يكنى أبا الحكم، قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: يا رسول الله، إنما كانوا يأتون إلي فأصلح بينهم ويرضى كل منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أثنى على هذا العمل الذي هو الصلح، لكنه قال: من أكبر أولادك؟ قال أكبر أولادي القاسم. قال: أنت إذن أبو القاسم، أو لا أتأكد منها من الاسم، لكن قال: أنت أبو فلان. قال: أنت أبو فلان شريح. قال: أكبرهم شريح. قال: أنت أبو شريح. نعم، بدل أن يكون أبا الحكم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. إذا كان المشركون يعظمون حجرا، نعم، هو حجر، أصله حجر مخلوق، نعم، وينتفع به، لكن إذا كانوا يعظمونه فيجب على المسلمين أن يهينوه، أن يهينوه مخالفة لهم، لا من أجل الحجر، وإنما من أجل مخالفة الكفار في عملهم. ولهذا يقول الشاعر: يا عزة، أظن خالد بن الوليد لما هدم العزة قال: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، شكر الله له ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.